سيادة الرئيس، بنستأذن سيادتك يا فندم لبدء الجولة التفقدية. اسمح لي سيادتك يا فندم، ده مكت بالمنطقة الصناعية المرحلة الحالية والمستقبلية. احنا هنا سيادتك يا فندم عندنا ده مجمع الثلاجات 90,000 طن. احنا هنا سيادتك في المكان ده عندنا مصنع البطاطس بيقام انشاؤه حاليا في الحتة دي بالظبط. سيادتك احنا هنا عندنا مصنع الكونسنتريت، بعد كده فندم احنا عندنا الصوامع، كل اريا من دول 120,000 طن، دول ال 500,000 طن صوامع موجودين سيادتك في المكان ده. احنا بنتكلم سيادتك في خطط مستقبلية، بنتكلم في مصنع البصل المجفف ومصنع السكر في المنطقة دي تحديدا سيادتك، بنتكلم في صناعات النشا والجلوكوز والتوسعات الصناعية الخاصة بالأعلاف ومجمع اليوريا الأخضر ومحطة تخفيض ضغط الغاز وإنتاج السماد الحيوي. وإحنا بمناسبة الغاز سيادتك عشان خاطر الدراير اللي بيشتغل هنا، إحنا حاليا بندرس سيادتك وتشغيله بالغاز ومنسقين مع وزارة البترول زي ما سيادتك أمرت، وبنشوف موضوع سيادتك المحطات الخاصة بالغاز بدل ما نوصل ليها سيادتك شبكات هنا في المنطقة دي. ده تقريبا سيادتك برضو الصناعات المستقبلية، صناعة اللب ومشتقات السليوز وصناعات استخلاص تكرير الزيوت، والمكان اللي هناك ده محطات محولات الكهرباء وصناعه الاخشاب. ثم فندم اسمح لنا ان احنا ده طبعا سيادتك مدينه مستقبليه سيادتك للعاملين داخل المنطقه الصناعيه، احنا بنتكلم على ده ان ده محور تحيا مصر. هنا فندم بالظبط سيادتك جنوب بالمحور دي منطقه الصوب الزراعيه اللي سيادتك شايفها فندم جنوب محور تحيا مصر اللي حاليا بيتم انشائها، مساحه حوالي 7000 فدان بيتم ان شاء الله وانتهاء باذن الله فندم في خلال 3 شهور. ثم فندم ماكت بسيط كده بنشرح فيه فندم بداية عن السوق، والسوق فندم ده السوق اللوجستي، واحنا انتهاء بإذن الله فندم بعد 6 شهور بالظبط. السوق سيادتك إن شاء الله فندم هيكون منتهي في شهر 11 القادم، عبارة عن سيادتك يعني أسواق للسمك وأسواق للخضر وأسواق سيادتك للفاكهة، وسيادتك مركز مال وأعمال كبير جدا، بورصة سيادتك زراعية موجودة. السوق سيادتك على محورين، كل الرينج رود ده سيادتك عاملينه 5 و5 غير البطيء زي ما سيادتك أمرت، الحارات اللي موجودة كلها، حجم التداول الداخلي 12 مليون طن سنويا. برضو ايضا هو على طريق سفنكس اللي بتقوم الهيئه الهندسيه دلوقتي سيادتك بانشائه. اذا حضرتك سمحت لي يا فندم اخيرا، هو التلاجات اللي هنا فندم ساعات كبيرة جدا سيادتك، احنا عندنا هنا تلاجات 500,000 طن موجودين داخل السوق بأشكال متنوعة طبعا سيادتك، لان هم طبعا وفقا زي ما سيادتك تفضلت كده فندم احنا جبنا كل الناس اللي في الاسواق اللي موجودة في العبور و6 اكتوبر وشفنا طلباتهم، تلاجات الموز عايزين ايه، تلاجات الخضار عايزين ايه، تلاجات السمك. بس راعينا فيها سيادتك ان السوق ده ذكي بتكنولوجيا سيادتك حديثة، وايضا هنا في محطة تصدير سيادتك من اكبر محطات التصدير اللي هتبقى موجودة سيادتك في مصر، محطة تصدير ضخمة جدا جدا وهتبقى موجوده. احنا عندنا اكتر من حوالي سيادتك 40 بوابه موجوده للسوق ده لانه على مساحه 500 فدان، وده قد 4 أو 5 اسواق من الاسواق اللي موجوده داخل جمهوريه مصر العربيه، يعني سوق العبور لوحده حوالي سيادتك 100-130 فدان فقط. سيادتك يا فندم احنا عندنا الصوامع ده سيادتك مجسم لل 120,000 طن، بس السايلو الواحد يا فندم 5,000 طن. احنا بنتكلم هنا سيادتك ان دول عباره عن الكتاين، وسيادتك يعني هتشرفنا دلوقتي يا فندم في الزياره التفقديه، وسيادتك ده موقع المجفف او الدراير اللي موجود. احنا هنا بنتكلم في 24 سايلو اللي هي سيادتك احنا بنتكلم في 120,000 طن، ودول شكل ال 120,000 طن بالمنشات الاداريه شكلها عامله ازاي، بالمكان سيادتك بتاع البسكول اللي موجود.
احنا سيادتك اربع اريا يا فندم، الاريا الواحده عدا اريا واحده 130 الف طن عشان ال 500 الف. احنا فندم ده شكل اهو فندم، ده يعني ده شكل الماكت للاربعه زي ما سيادتك تفضلت، وهم دول فندم موجودين. واحنا المجففات دي يا فندم في ميزه هنا احنا عاملينها وهنشرحها لسيادتك برضو جوه، ان في الدره بالاخص بيبقى ليه سايلوهات عشان الروف كونستراكشن بتاعه اللي في السقف بيبقى سيادتك مواصفات مختلفه، لان سيادتك عشان الدره ما بينزل من ال 18 متر ده بيتكسر عشان ما يحصلش الاعفان، فليه اسلوب تاني عن طريق السبايرال اللي موجود داخل جسم الصوامه. ده شكل يا فندم الايه الماكت بتاعه. واحنا بس يعني نتشرف بسيادتك في زياره تفقديه للصوامع يا فندم. اتفضل سيادتك. Thank you.
لا يا فندم، يعني بنشرح كده مراحل بسيطة سريعة يا فندم قبل ما نخش الكنترول روم، شكل الصوامع وطريقة التداول من أول ما الجرارات اللي هي محملة سيادتك بالحبوب سواء قمح أو رز أو ذرة أو سيادتك فول صويا، لأن احنا هي مزودة بكل هذه الحبوب. من أول سيادتك ما العربية بتخش وبتتسحب العينة عشان بيشوف سيادتك نسبة الرطوبة قد إيه، ونسبة يعني تحليل كامل، وبيخش يوزن على البسكول بيشوف سيادتك الوزن قد إيه، وبعد كده بيبتدي يخش سيادتك على نقطة التفريغ عشان يبتدي يفرغ سيادتك، ويبقى عن طريق الكنترول روم يا فندم. يعني هنوري سيادتك دلوقتي عملية الإسكادة بتتحكم في العملية دي كلها إزاي. يبتدي القمح يتنقل عن طريق كتاين سيادتك والإليفيتور اللي موجود، ويبتدي يخش سيادتك على السايلوهات اللي هو كل سايلو من ده سيادتك 5000 طن. وأول ما السايلو بيتملي فيه لمبة بتنور سيادتك بتاعة الهاي ليفل بيقول إن الإيه السايلو ده سيادتك دخل فيه قد إيه. طبعا سيادتك فندم إحنا هنا في المكان ده طبعا هو عملية الوزن بتتم في أكتر من مرحلة، مرحلة خارجية وأكتر من مرحلتين داخليين عشان أتأكد سيادتك من الوزن اللي داخل، لأن دي من الحاجات المهمة جدا في استلام سيادتك الايه الحاصلات الزراعيه بالاخص سيادتك القمح. وطبعا في النقره اللي بتستلم القمح فندم دايما فيها حاجه خاصه بالسكشن بتسحب كل الاتربه لعدم حدوث فكره الانفجار الغباري عشان سيادتك احتكاك الميتال داخل الجسم المعدني. ولكن هم سيادتك الشركه برضو تغلبت ان خلت كل الميتال ده عباره عن ربر موجود جوه عشان تقلل فكره حدوث هذه المشاكل يا فندم. وزي ما سيادتك شايف حتى برضو ده صوامع الدوره هنا مثلا عامل فلو كده سيادتك وشكل الايه التداول بتاعه. ولو سيادتك تسمح لنا ان احنا نخش يا فندم غرفه التحكم ونشرح لسيادتك فندم. بسيط ده من اول استلام، دي النقره كده سيادتك بالظبط من اول استلام القمح فيها بيبقى فيه سيادتك الماجنتيك ده اللي بيشيل اي حاجه مغناطيسيه عشان ما تخشش سيادتك تعمل اي مشاكل في الحاله الميكانيكيه. بتطلع فندم ده ميزان موجود بيوزن برضو سيادتك عن بعد الاليفيتور بيوزن القمح اللي داخل. نفس الكلام برضو سيادتك ده برضو دي منطقه غربله بتحصل لو انا عايز ادخل قمح سيادتك بدون ما اخزنه ممكن ادخله سيادتك على الغرابيل ويتعمل له باي باس ويخرج سيادتك على نقطه سيادتك التفريغ. هنا احنا قدام سيادتك الاثنين سايلو الخاصين بالذره فقط لا غير، ده بسيادتك انا بدخل الذره عليه. وبعد كده سيادتك لو انا حابب ان احنا بيدور اسمهم الويت ميز اللي هم في حاله ان انا اديها الذره الرطبه، لو انا عايز ادخل على المجفف دول المجففات اللي موجوده سيادتك بتستلمهم تعمل عمليه تخفيض الرطوبه لو هي داخله 24 او 25 وتنزلهم عند 14. وده سيادتك ده شكل الفلو اللي احنا سيادتك بنتبعه. لو انا حبيت يا فندم ان انا اخزن قمح هي دي كل السايلوهات الخاصه سيادتك بالقمح كله. الذره فندم عندنا ليه 3 سايلوهات، السايلو الواحد 5000 طن وبنزود كمان عدد سايلوهات الذره عشان كنت قلت لسيادتك ان فكره الروف كونستراكشن لها دور كبير جدا في ان هو يعني سيادتك يقوم بعمليه تخزين الذره، لان اي تكسير بيتم سيادتك من الارتفاعات العاليه دي سيادتك بيتحول بعد كده لاعفان وبيبقى فيه اصابه حشريه واصابه فطريه. ده فندم الشكل الطبيعي سيادتك لعملية التداول. أي إصابة فندم بتحصل جوه السايلو إصابة حشرية ارتفاع لدرجة الحرارة داخل السايلو بنقوم على طول سيادتك بيبقى فيه أقراص تبخير اللي هي الفوسفيد الألمونيوم بيقعد سيادتك في الصيف 72 ساعة لازم تبقى السايلو محكم ما ينفعش يعمل له تهوية، وأسف فندم في الصفر 48 ساعة وفي الشتاء 72 ساعة. وبعد كده سيادتك بنعمل عملية التهوية سيادتك عشان نخرج سيادتك الأثر على الحبوب اللي موجودة. عملية التداول هي عملية بسيطة، الإسكادة دي كلها سيادتك هي اللي بتتحكم فيهم عن طريق ان احنا برضو عيننا كادر بشري سيادتك مع شركة فامسون عشان يستلم منهم الأعمال عشان يبقى كادر بشري مدرب يقدر سيادتك ان هو يقوم بالعملية دي كلها. واحنا بالفعل سيادتك بدأنا في تخزين سيادتك اي أقماح موجودة داخل الصوامع يا فندم. اتفضل سيادتك فندم.
فندم، اول ما بندخل الذره دي نقطه التفريغ اللي موجوده سيادتك للذره او القمح. لو انا حابب سيادتك ادخل الذره، في سيادتك هنا اتنين سايلو خاصين بالذره بيدخلوا بعد كده سيادتك على الدراير، وده عباره عن سيادتك اربع مراحل. المرحله الاولى فندم دي الاستورج، المرحله الثانيه دي اللي بتعمل دراينج، المرحله الثالثه دي سيادتك بتدخل بقى تبتدي بقى تعمل عمليه التبريد. اول ما يحصل هو سيادتك عباره عن جزء بيخش منه هواء سخن وجزء بيطلع منه سيادتك الفريش اير، وفي الاخر نقطه الديسشارج بقى اللي بتخش سيادتك على بعد ما بنزل الرطوبه من اول دراير. لو اول دراير سيادتك الرطوبه ما نزلتش للمستهدف اللي انا محتاجه واتقرا ده سيادتك على شاشه الاسكادا بيدخلوه سيادتك من مرحله ثانيه. احنا عندنا سعه الاثنين دراير يا فندم 100 طن ساعه. عندنا بعد كده سيادتك احنا بيتم في مواتير موجوده سيادتك، لان عمليه سيادتك الدراينج اللي بتتم دي بيبقى فيه هواء سخن جوه المجفف، بنبتدي نعمل ساكشن بقى للهواء السخن عن طريق كل موتور من دول ليه اثنين سايكلون اللي هو سيادتك فكره طارد مركزي، ويبتدي ياخد سيادتك الهواء ده او الهواء السخن يطلعه سيادتك ويطرده من فوق. العمليه دي سيادتك ممكن تتكرر مره او اثنين، ده ديبند اون سيادتك انا نزلت الرطوبه للنسبه المستهدفه ولا لا. بالمناسبه سيادتك برضو الدراير ده ممكن يجفف برضو قمح في حاله لو القمح الرطوبه بتاعته سيادتك عاليه، وممكن سيادتك يدخل معاه اي سيادتك تاني محاصيل مش شرط القمح والايه، لكن هو سيادتك الطبيعي ان احنا دائما في جوه الصوامع ما بنستلمش غير رطوبه، الرطوبه المعتدله بتاعتنا اللي هي سيادتك من 12 ل 13، المفروض ان الرطوبه سيادتك ما تزيدش عن كده، لان ده بيساعد كل ما الرطوبه قلت كل ما الاستخراج بعد كده من الضيق زاد. ده فندم فكره الدراير، وده اول حاجه سيادتك تحصل موجوده هنا في الصوامع موجوده في مصر. واحنا ان شاء الله سيادتك كل الاربعه اريا اللي موجودين مزودين بهذه المجففات، واحنا برضو فندم يعني بنفكر ان احنا نعمل يعني صوامع خاصه بس بالذره وسيادتك والرز والفول الصويا، يعني تبقى صوامع، وبنفكر في فكره مختلفه سيادتك، لان هي مشكله الصوامع دي الارتفاع بتاعها سيادتك من 18 ل 20 متر. في حاله التوسع الافقي انا مش محتاج ازود الكونستراكشن روف، لان في فرق بين الكونستراكشن روف للقمح عن الذره، ده 18 طن وده 5 طن. في سبايرال جوه سيادتك موجود بيستلم الذره بينزله عشان ما يعملش امتصاص او ما يعملش صدمات على الارض فيقوم الذره يتكسر. فكل ما الصومعه ارتفاعها سيادتك قل القطر بتاعها زاد، انا مش محتاج ازود في الكونستراكشن روف. وفي الحاله دي سيادتك انا هنزل الذره عادي، بس هي الفكره انه هيبقى توسع افقي سيادتك في اراضي مش توسع راس يا فندم. تشرفنا بسيادتك يا فندم، اتفضل سيادتك.
تمام سيادتك يا فندم، احنا دلوقتي في قطاع من قطاعات الضبعه، افتتاح موسم الحصاد. احنا قدام بيفوت سيادتك من البيفوتات البنجر، مساحه البيفوت 75 فدان. تاريخ زراعه البيفوت ده سيادتك 9/11 هو واجب الحصاد دلوقتي. العمر عند الحصاد حاليا سيادتك 180 يوم. متوسط الانتاجيه ان شاء الله المتوقعه يا فندم حوالي ان شاء الله 50 طن. الصنف ده صنف جوستاف. النسبة سيادتك بتاعت بنت السكر بتتراوح من 19-20 في التوقيت ده الحمد لله يا فندم. وحاليا المعدات اللي بتحصد يا فندم هي معدات حصاد الهارفسترات اللي موجودة، هي اللي بتحصد البنجر. معدل الحصاد اليومي للمعدة الواحدة سيادتك بتعمل 25 فدان في اليوم، وده معدل كويس. الجهاز بيمتلك برضو إدارة ميكانة قوية سيادتك خاصة بيه، وأيضا بالمشاركة مع القطاع الخاص. يمين البيفوت ده سيادتك برضو أيضا بيفوت بنجر تاني موجودة فندم، وتاريخ الزراعة 17-11، مدة الزراعة بتاعته 210 يوم. أنا أقدر سيادتك كل ما أنا أقدر أسيب البنجر في الأرض ممكن زيادة الإنتاجية بتاعته بتزيد، بس ممكن ده يكون على حساب بنت السكر وعلى حساب تحول النشا سيادتك اللي خاصة بعمليات الهدم اللي بتتم على حساب السكر. أيضا فندم البيفوت اللي موجود، إحنا عندنا نص البيفوت، إحنا نقدر نزرع نص البيفوت بنجر والنص التاني سيادتك قمح. وبرضه سيادتك البيفوتات اللي هي جنوب الطريق، إحنا عندنا 3 بيفوتات بطاطس، منهم سيادتك بيفوت مزروع سيادتك هرمز، مدة الزراعة 130 يوم. الغرض منه فندم ده تصنيع بيخش بيتورد لصالح مصانع الشيبسي فندم. وزي ما سيادتك فندم يعني حاليا دي معدات الحصاد فندم هي موجوده سيادتك قدامنا، وهي اللي بتقوم دلوقتي. دي معده روبه من المعدات اللي موجوده، واحنا سيادتك عندنا اكتر من نوع من الهارفسترات الخاصه بالحصاد. هي بتحصد البنجر وبتدخله سيادتك بعد كده بتخرجه بره، بيجي الماوس اللي بينظف ويبتدي سيادتك يحط سيادتك في العربيات اللي هي النقل اللي بعد كده بتتحرك على المصانع الخاصة بالبنجر السكر اللي احنا متعاقدين معاه. احنا هنا فندم بنعمل نوعين سيادتك من شكل التعاقد. احنا سيادتك ممكن ان احنا نتعاقد مع الشركة ان احنا ناخد الملس والعلف وناخد السكر، او ان احنا نديهم بنجر وناخد فلوس. الملس والعلف فندم اللي هو تفل البنجر ده تقريبا بيتصدر برا، وهيكل الصادرات المصرية بتصدر من 600 ل 700 مليون دولار، وده رقم كبير ومن اكبر الحصلات الزراعية، او نقدر نقول الصناعة سيادتك اللي بتطلع من اللي هي اللي بتطلع من التصنيع الزراعي. احنا هنا النهارده سيادتك بساعات بناخد ده وبنصدره بره، والملاس سيادتك بيتباع سيادتك للسوق المحلي، والملاس بتاع البنجر ما بيطلعش منه عسل اسود بخلاف ملاس فندم قصب السكر بيطلع منه العسل الاسود. لكن كل المشتقات اللي بتطلع من الملاس في القصب والبنجر واحد في بخصوص الصناعات الكحوليه، عدا سيادتك فكره ان احنا العسل الاسود بيطلع من القصب بس. زي ما سيادتك شايف فندم برضو هذه شكل المعدات اهو، الحصاد بتاعها وشكل الموسات. احنا هنا سيادتك دول يعني تقريبا 5 معدات حصاد، دول خلصوا يعني طبعا البيفوت ده سيادتك في اقل من 12 ساعه لمعدات كبيره جدا. والحصاد سيادتك هنا حصاد بيتم آلي، ما بيتمش سيادتك حصاد نصف آلي او حصاد يدوي. بعد كده سيادتك بيطلع بره، بيبقى فيه ماوس، الماوس ده بينظف البنجر عشان ما يروحش البنجر في شوائب للمصنع. يقوم الماوس ده سيادتك يحمل في العربيات اللي موجوده قدام سيادتك دي يا فندم بالظبط، ويقوم سيادتك هو هناك هو فندم الماوس ده، الماوس اللي موجود اللي بيحمل العربيه. هي دورها انها تحصد آلي، دورها سيادتك ان هي تحصد آلي، وبعدين تروح تحط البنجر بره. بتيجي الماوسات دي سيادتك تاخد البنجر ده بتعمل له عمليه نظافه، وسيادتك تحمله سيادتك في الزونه الخاصه بالجرارات النقل اللي موجوده، جرارات النقل التقيل. طبعا سيادتك احنا متعاقدين مع جميع النقل اللي موجود سيادتك. احنا بنطلع حوالي من 300 ل 500 جرار كل يوم، وكل ما التوقيت بيخش فندم معدلات الجرارات دي بتزيد. ممكن يخش الجهاز مشروعات الجهاز في يوم حصاد في توقيت حصاد البنجر مش اقل من 800 جرار، من 700 ل 800 جرار حصاد بس خاص بالبنجر والقمح لغايه نهايه موسم الحصاد. اللي ممكن في البنجر واحنا خلاص سيادتك جربناه ان ممكن يمتد لغايه سيادتك 1/8 و5/8. والمعدلات الحمد لله سيادتك بتبقى معدلات السكر ما بتنزلش عن 16، ودي معدلات كويسه لان احنا كل ما درجات الحراره سيادتك بالليل بتزيد بيحصل هدم في السكر سيادتك، فممكن بنت السكر بيقل. لكن الحمد لله احنا بدأنا سيادتك نعمل بحوث على الأصناف الخاصة بالبذور، والحمد لله فندم قدرنا نتغلب على ده السنين اللي فاتت، وده برضو بيدي دفعة قوية لكل مصانع بنجر السكر اللي موجودة سواء هي في قطاع الأعمال أو في القطاع الخاص.